بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم يا شباب. معكم لا 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 ستوب ستوب اول ستوب اول احتياط بس بكم يا شباب في مقطع جديد. اليوم معنا العضو الجديد في السيرفر، عرف عن نفسك حبيبي. والله حبيبي والله حبيبي والله على غدا. لا خلاص خلاص تفر الشيطان والله والله دعس ترى حبيبي والله. وبس سيف ترى يعني في المستقبل ان شاء الله رشاش علمك الادب. اليوم راح نخليك تشتغل، نحلوبك نحلوبك قبل ما نطردك. ترى ما في شيء بالمجان، اول شيء اجاك شيء بطل. ها اضغط مثلث مستمر. ثلث اجاك اكسبت يا تي بي يا بي اكسبت في انا اكسبت. ايوه الحين انت في الترايب بس ممنوع عليك تصفر لاي احد موجود هنا، تفهم؟ اول شيء تعال انا مقفل على الذكر. تتابع كم فضه؟ تتابع كم فضه؟ وول بس ما شاء الله مالك مالك ذي بس لا ذخيره وكذا. ألفين بس شويه 2000 اعطيك 2000 ما عليك. بس ثواني بس نلفل الامور نضبط الامور. حبيبي هذا تنين اقوى تنين في اللعبه ترى ولا شيء. حقي الركس الواحد يدمج 2000 الى 2500 يعصرك عصر. انا حقي يدمج واحد باش. ثواني بس نعطيهم بعض الليفلات حاليا. بفتح على الذكر. وين الذكر؟ ايوه هذا هو. سوي له بيهيفير انيبل ميتنج. الحين تعال وينك؟ ترى والله اذبحه بالجريفن ترى الدمج عنده 5000. لا لا ما لا ما تعال تتشغال عندي تشوف صح عليهم قلوب يا الحين بدأوا بالزواج. الحين بينتجون بيوض بيوض وانا بعلمك كيف تبايض البيوض. تبايض البيوض. المهم تعال شوف تعال شوف تعال تعال يقرب من عند رجله تشوف نسبة مئوية صح كيف يعني يا 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 اذا وصلت المية بيبيضون. بس ثواني بتفهم مع هذا كلهن انثى كلهن انثى الا واحد ذكر. قل ما شاء الله للدعاس. المهم ثواني بس اقرب هذه الانثى. ما عليك ما عليك ما عليك الاوضاع في السليم. قرب بس هذه الانثى. ها ايوه بدت في البيض. المهم الحين اجى البيض. تعال جمعهم كلهم البيض. كيف اضغط مثلث؟ يا مثلث جمعهم كلهم البيض اللي عليه توهج. اوكي اللي ما عنده توهج يسحب عليه يكون بيض مو ملقح. تعال تعال انت تعلمني. اي اعلمك واعلم اشكالك. تعال تعال عند النيران هذه التو مو ارتو التو على البيض. طيب ما تحسبني انت اقول ترى ما ما اكلت ولا بيضه السيرفر. بس الديناصور ترى من كثر ما هو عدائي ديناصورات تدري ايش يسوون؟ ياكلون عيالهم. قول والله والله. تعال خذ هذه هذه توها جديده مولود جديد. بس لا تضربهم بالغلط لانهم يجون لك اول شيء يجون لك عاديين يعني مو حقونك. لازم تاخذهم انت مثلث واحد ورا الثاني. المشكله الحين زحمه. ايوه الحين قاعد يفكس البيض. شوف النسبه صح تمشي سريع. كلهم كويس اوضاعهم كلهم كويس. قول ما شاء الله الحين يجون لك ليفلاتهم عشرة. قول ما قول ما شاء الله. ايوه بدو بدو شوف 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 اقول لك تعال جاي رمز من باب. لا لا لانك معي في التيم فعادي. تعال تعال نعلمك العلوم والغانمه وهذه الامور. جو الركسات الحين ترى بعضهم توائم عشان كذا ترى شتهب لي ما اقدر اكل ريكس. ما اقدر اكل ريكس ترى وضب رجالته. تضم مثلث كله مثلث واحد ورا الثاني مثلث مثلثات ثلث. وبعدين دائره روح للثاني. لا 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 تسمي ولا شيء دائره على طول روح للثاني يا اخي قبل لا يتحرك. ارجع من ورا كذا ثلاثه كذا اربعه واسحبهم بعدين وسوي لهم ستوب اول. الحين كلهم الحين يلا ساعده. يا لا باقي 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 واحد ثاني بس شوف انهم يكبرون بسرعه.
ثواني بس اسحبهم انا، خلنا اسحبهم. وال مالهم قاعدين يكبروا؟ يب يب. تعال تعال عندي. كيف صغير؟ تعال 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 عندي. انا وراك 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 وراك. تعال عشان ينسحبون الديناصورات. شوف شوف الجيش الجاي. شوفهم جايين. ذق ذق كبيرون. طيب رجع رجع. خلنا نشوف لهم مكان كويس. انا ارجح ذا المكان. تعال 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 هنا. هنا هنا ورا ورا. قاعدين نلحقهم. يب يب يلحقونا لانك انت اللي حطيتهم مثلث اول شيء. خلنا نسحبهم الين نحصل مكان كويس هنا. في الغابة. باقي كلهم نلحقوني باقي. في تعليق. يب 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 كلهم. لا 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 انا موقف الصغار. موقف الصغار انا. تعال تعال ورا ورا زيادة ورا زيادة. الى فم ذركس اللي عندي. ما وقف خل خل طلع عليه اضاءة. والله يخوفون. الله لا حطيته عليك. المهم. الحين خلنا ناخذ الجريفن. ترى ذا جريفن اقوى جريفن في السيرفر بس اقول لك هياط. قول والله والله اقوى جريفن في السيرفر. المهم تعال الحقني. تروضهم يا اخي. تروضهم ترويض عادي. طيحهم وتعطيهم اللحم ويزي. تشوف ذا الجبل اللي قدامي. الجبل جبل الصحن يسار. شوف لي اصلا ماله هناك اكيد في اثنين. تحداك ان شاء الله. واحد. اي والله في واحد. اثنين. اي والله. دايم. وفي كارنو لو تبغى. يا ما مالي كارنو. هذا اللي قدام الصغير. ليفل 95. ما مالي يا. يب. اوه. شوف 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 الحركة اللي بسويها. ايش ايش ذا؟ كارنو. يب ليفل 100 تبغاه؟ لا شوف 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 الحركه شوف الدمج شوف الدمج يا انت فير وان ده ليفل عالي. لا لا ما يحتاج. روح روح للثاني واذبحه. اضغط عنده ال2 الثاني قرب منه اضغط عليه ال2 سوي كذا اذبحه تاخذ اللحم. مات. اعطيته 5000 شاب اللحم بالله ارعى الدواب حقي. يا رضا نروح لبيتك ولا انا هبطه. طيب انا وراك على طول. والله زحمه. شوف الصغار. ما عاد اي في اي صغير. المهم افتح الانفنتوري اسحب كل شيء حق ال حق التنين. ضرب ثلاث مستمر وحط اكسس انفنتوري واسحب كل شيء. طب خلوا هيل يا اخي. اقول لك اسحب كل شيء. بتبقي معاه كم لحمه 200 كذا عادي. انا اقول لك الحين ايش تسوي. الحين الخطوه الاخيره. بس تعال. ايوه ما كانت تبيضت الامور. المهم تعال. حل لا 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 ثواني اعطيك نص شو بعض من اللي عندي. انا اقول لك ايش بتسوي. ذي رسميا ذي اكثر خطوه ممله. له نطرح للعرش. لا 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 ما تعطيهم. تدري ايش فايت ذا؟ من؟ ذا على قولتنا المطرح. ضغط ثلث. طيب. ثلث. حط فيه الواحد تقريبا حط فيه 5 حبات. كيف؟ 5 ستاكات. يعني 5 دفعات. ذي اي ذي توكلهم المطرح حقهم ياكلون. انا بطرح للباقي اوكي. يعني نحط فيه 4-5 ستاكات. يب. يلا ويلكم باك في اليوم الثاني من اللقطات اللي شفتوها. حاليا هذه التغييرات اللي صارت. وجبت برضو البرونتو ليفل ماكس وزاوجتهم الواحد هيلو 4 مليون. تخيلين انا احتاجهم كدفاع ممتصين للدمج في الهجوم. وجبت سلاحي السري اللي غالبا ما حد راح يستخدمه ولا حد يدري ما ادري بيستخدمونه ولا لا حد. اللي هو اليوتي يوتيرانوس. هذا مره قوي مره قوي. متخيلين مخلي دم مجرك 3000 وفوق. والله مره قوي كذي تمسك 5-8 في المقدمه او في الوسط
ويعطونك ويخوفون الاعداء ويعطون بف للركسات ويخلونهم اقوياء. هذا اللي احتاجه. ليش جبتوا اليوتيرانوس؟ لانه سوينا مسابقه انا واحمد في الركسات، مع ان الركسات اللي بيلي لها اعلى ركسين ضد ركسين، بس دعسني سبب والله ما ادري، كان ركساته تمتص الدمج ما ادري ايش كذا، ركساتي قررت تدمج 1100 بس. تخيلي انا حاليا بروح اسرق لي بياض التنين. ليش؟ لان بعد ما ننتهي من الحروب وهذه الامور بنحرك للبوس حق الويفري. حاليا معنا كل قطع الارتفاكت، باقي بس قطعه واحده اللي هو يوم اذبح تنين الالفا الويفرن، اللي هو الويفر الفا ويفرن، اذا ذبحته بجيب اخر قطعه وراح يمدينا اننا نقاتل البوس الاخير. الحين بحرك للاعشاش اللي فيها بيوض حقه الويفرن، منطقه الويفرن بشكل عام. قال لي احمد انه في اكبر جبل في الصحراء اللي هو هذا الجبل، حاليا بحاول اظن وصلت للبطاقه. يا رب ان هذه هي المنطقة، هذه هي قريبا ما في احد طلع، ما هو موجود هنا، ما في اي شيء هنا الا الا في ويفرن. اوه البلاد ويفرن ذا البلاد، يا رب انه ما هو البلاد، لان البلاد يتدمجني يبدا يمتص دمي، كريه مرة مع انه ضعيف بس كريه مرة. الا ذا مكان التناني بس وين؟ لا 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 الو احمد، هلا. قاعد اسجل مقطع وقاعد ادور ورا كافة التنين، حصلت كاف بس ما حصلت ولا بيضة. فيها في الصحراء وكل شوية يهجمون علي تنانين ويدعسون ام الجريفن، دحين وراي ستة تنانين. تنانين ياو، سابع في الطريق. احنا جي قاعدين يحرسون العش منهم تنانين. بسرعة بسرعة الجريفن، جريفن هنا تحت، هنا تحت يا سك. باسف باسف باسف، أرجوك الجريفن يا سك. دعسك، لا لا الجريفن قرر انه يتدلع ما يجيني. اثنين حاقدين علي، اجي افتح الباكج بشوف الاوضاع، دفوني في في الوادي حق القريبنات. والله كان على وشك اموت. ايش الرابع؟ ايوه بيضة التنين توها مرسبنا. كم ليفلها؟ والله ليفل ماكس. ران تيري ري 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 ري، مو ليفل ماكس، ليفل 420 شبه ماكس، الماكس اظن 450. في 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 بيض، ما حد داري ما حد داري. ليفل ماكس ليفل، اركب هج ليفلها ماكس يا عزيزي، ليفلها ماكس. ده اول واحد استقبلني، يلا على البيت بشوف وضع البيوض. اجل ما هم مسويين ولا شيء. خمسة اربعة ثلاثة اثنين واحد، يلا بي تعال تعال.
امشي وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى اذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك واشترك في القناه في الجسد ما لكم من الباقي، باقي القصه وخلف الكواليس ولا بينهم كل الامور. معكم تيبا ودريجي من 39، يلا نشوفكم على خير، السلام عليكم.